اللاجئون المرحلون من تركيا يواجهون الاختطاف من قبل الفصائل الإرهابية بشمال سوريا. وحدات حماية المرأة تعلن إحباط هجوم وشيك لخلايا داعش بريف الرقة شمال سوريا. عمان تعلن إحباط محاولة لتهريب أسلحة بهدف تنفيذ أعمال تخريبية بالأردن بدعم دولة لم تسمها. صحيفة الوطن تقول إن الرئيس السوري بشار الأسد سيشارك بقمة المنامة الخميس لكن دون إلقاء كلمة. وزير الدفاع الإسرائيلي يطالب بخطة واضحة لإدارة غزة بعد الحرب ويعارض الحكم العسكري. وسط صمت حكومتي أربيل وبغداد، جيش النظام التركي يبدأ ببناء قاعدة عسكرية شمال دهوك بإقليم كردستان. إيران تعلن توصلها إلى تسوية بشأن نصف القضايا العالقة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.